بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس مائل للحرارة نهاراً بارد ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهاراً على السواحل الشمالية الغربية مع فرص سقوط أمطار متوسطة حار نهاراً على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. معنا دلوقتي على الهاتف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. الطقس الفترة اللي جاية طمنا عليه. طبعا في تقلبات جوية واضحة في الأحوال الجوية، شفنا ارتفاع في درجات الحرارة امبارح والنهاردة إن شاء الله عن المعدلات الطبيعية بحوالي 5-6 درجات مئوية، ده خلال ساعات النهار. شوائب عالقة خلال ساعات برضه زي اللي شفناها امبارح بتقلل طبعا من مستوى الرؤيه الافقيه وبتاثر على الطرق، خاصه الطرق الصحراويه والطرق السريعه. نكون حذرين اثناء القياده. الناس اللي خفيفه الملابس والمواطنين اللي خففوا الملابس امبارح والنهارده لازم يكونوا بيتابعوا النشره الجويه اللي بتصدرها الهيئه العامه للارصاد الجويه، لان التقلبات الجويه اللي جايه الايام الجايه بتقول ان في انخفاض ملحوظ في درجه الحراره بدايه من بكره الجمعه. هتوصل درجه الحراره العظمى على القاهره على سبيل المثال ما بين 20 و21 درجة مئوية، يعني بانخفاض حوالي 6 درجات أو أكثر عن النهاردة، ده خلال ساعات النهار، بالإضافة لنشاط الرياح هيزود إحساسنا بانخفاض درجة الحرارة. لازم طبعًا نعود سريعًا لارتداء الملابس الشتوية خلال فترات الليل. يعني نتوقع إنه ممكن يحدث أي مفاجآت الأيام اللي جاية؟ يعني مش مفاجآت، إحنا بنقول تغيرات في حالة الجو نتيجة الكتل الهوائية اللي بتتغير. ففي ارتفاع وانخفاض في درجه الحراره، ارتفاع سريع وانخفاض سريع في درجه الحراره، انخفاضات او تغيرات حاده وسريعه زي اللي احنا بنشوفها دي ما بين ارتفاع في درجه الحراره زي النهارده وبكره انخفاض ملحوظ مع فرص سقوط امطار خفيفه على القاهره. طبعا دي اجواء لسه، احنا لسه في اجواء شتويه، فاضل لنا اسبوعين تقريبا على بدايه الربيع. متابعه النشره الجويه شيء ضروري جدا، لان فصل الربيع برضه يعتبر فصل انتقالي بين الشتاء والصيف، في تغيرات سريعه، فنتابع الدنيا مع بعض لان نهايات الفصول دايما بتكون مؤثره على حاله البرد اللي بتبقى عند المواطنين، فطبعا نتابع النشره الجويه شيء مهم جدا. انا بشكر حضرتك دكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئه العامه للارصاد الجويه.